مساء الخير. ما يحصل في بعلبك والهرمل من حوالي شهر ونصف استدعى ما هو أكثر من خطة أمنية بدأت أول من أمس ولن تنتهي بنهاية مدة محددة زمنيا على ما أكدت المصادر الأمنية والعسكرية. إذن التدابير مستمرة لغاية استعادة الدولة هيبتها. بشائر المرحلة الإنقاذية بالبقاع الشمالي قد تكون حاسمة هذه المرة بحال توفر الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني وللأجهزة الأمنية، ومع دخول الرئيس نبيه بري طبعا على خط الحسم على قاعدة إنهاء هذا الوضع الشاذ بمنطقة لبنانية لا يصح أن يتحكم بمصيره 120 أزعر كما قال. هؤلاء إذن معروفين عددا وعدة، وهم جملة واحدة عنوانا الخارجين على القانون: تجار سلاح، مروجي مخدرات، خبراء تهريب، متمرسي خطف وقتل واعتداء وسلب، ممسكين بسلطة الأمر الواقع بوضح النهار، ولا نظام يردع ولا قانون يحاسب. فدولة الحارات والعصابات المسلحة عادة لا تقيم اعتبار للدولة الفعلية ولا تتبع لها إلا على الخريطة، أما بجغرافيا الواقع فلا هجوم ينفع ولا اقتحامات تردع ولا كمين يجدي نفع إذا فقدت السلطة هيبتها وسطوتها وترددت مرة بعد مرة. وأصلا وصول الواقع الأمني إلى هذه المرحلة المتقدمة من التردي والفلتان ما عاد ينفع معه علاج عادي أو تطنيش أو لا مبالاة، لأن التسيب بات على مرأى العيون ويهدد بالتوسع، بينما السلطات الرسمية متهمة بالتواطؤ أو التقصير والإهمال بالحد الأدنى. التخلص من كل هذا العبث أمر مستحيل إذا ما توفرت إرادة حقيقية قبل فوات الأوان. مع الأسف التجارب السابقة للأجهزة الأمنية فشلت بالحسم، والأجراءات المطلوبة الآن استثنائية بكافة المعايير وبتتجاوز كل ما هو معروف ومألوف. الغطاء السياسي رفع كما قيل عن كل المرتكبين ورؤساء العصابات والمطلوبين. اليوم هناك قرار سياسي واضح للبدء بتنفيذ مداهمات مباغتة ضد كبار المطلوبين، بعد ما حكى عن أنه عدد كبير منهم تم تحذيره مسبقا ولاذ بالفرار خارج الأراضي اللبنانية. علامات الاستفهام لابد أن تطرح هنا حول مسهلين، مخبرين، متعاونين مع العصابات ومستفيدين من التراخي والميوعة والتباينات والسجلات على هامش الحراك العسكري والأمني الأخير. المطلوب كذلك وضع حد لأعمال السرقة والتهريب العابرة ما بين الحدود اللبنانية السورية وضبط المعابر اللاشرعية والنقاط الحدودية السائبة والناس المتروكة لأقدارها من دون أدنى متطلبات حياة كريمة ولقمة عيش مفقودة. والكلام وحده ما عاد ينفع. حلقة جديدة من انترفيوز بستضيف خلالها النائب أنطوان حبشي والنائب بكر الحجيري، لاحقا بينضم لنا الشيخ عباس الجوهري بالحلقة، أيضا وأيضا تقارير مفصلة حول الوضع الأمني والاقتصادي في بعلبك الهرمل والخطة الأمنية وعمليات التهريب بالمنطقة، وكذلك إطلالة عبر انترفيوز لوزير الزراعة بحكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر. بذكركم مشاهدينا أنه بتقدروا تشاركونا عبر هاشتاغ انترفيوز على فيسبوك وتويتر، كذلك مشاهدة الحلقة عبر فيسبوك لايف وعبر بيريسكوب ومن خلال صفحتنا الخاصة أيضا. مساء الخير ضيوفي الأعزاء. مساء الخير أستاذ محمد لك وللمشاهدين. يعطيك ألف عافية أستاذ أنطوان. أستاذ بكر، يعني بدي أسأل أنه بلش معك أستاذ أنطوان، أنه اسمع تفرح جرب تحزن، رح نرجع لنفس المنوال من الخطط الأمنية الموعودة اللي بنهاية المطاف ما بيظهر منا المطلوب جديا. يعني اللي بدي أقوله بسيط، أول سؤال نسأله بس نقول في خطة أمنية، أي رقم هاي الخطة الأمنية؟ وبالتالي حتى عند المواطن بيقدر يكون في تساؤل، هل هالخطة الأمنية رح تكون كسابقاتها بنتيجها أو رح تجيب شيء جديد؟ بسؤالنا أو بتساؤلنا عن هذا الموضوع بدنا نعالج المسألة من زاوية مختلفة بدون ما نقلل أهمية الخطة الأمنية. الأمن في بعلبك الهرمل هو مسألة أساسية ليقدر المواطن الموجود فوق يحس حاله جزء من هالمنظومة السياسية أو من الدولة. ما بحس يعني أستاذ بكر، ما عم بحس المواطن في هذه المنطقة مثل ما عم بتفضل الأستاذ أنطوان أنه هو جزء من هذه الدولة؟ يعني أنا بدي أكد أنه المرة الأولى اللي بيتم فيها قرار سياسي جدي من أصحاب القرار السياسي الفعليين بأنه المنطقة تضبط بشكل
كامل ونهائي. في ثغرات لا شك موجودة، أما يعني الثقة بالقيادات هي أكيدة وحتمية وموجودة. ما يقال وما نسمع هو في جزء كبير كتير هو نوع من الافتراء، لأنه أي خطة أمنية تؤخذ هي جزء من العملية السياسية إن كان بالمنطقة أو إن كان في البلد. ما بيصير خطة أمنية دون قرار سياسي. الأمن في السياسي والأمن في الأمن الاجتماعي. ولكن هذه المشكلة بحد ذاتها دكتور أنطوان، أنه لبنان يعاني صار من أنه اقتصاده سياسي وأمنه سياسي. ببعلبك الهرم الاقتصاد وحتى منه سياسي، ورح أشرح الموضوع. بس استاذ بكر بدي أقول شغلة صغيرة. أنا بوافقك الرأي أنه مبين أنه الخطة الأمنية جيدة، بس الناس عم ترسم نفس علامات الاستفهام اللي بنرسمها على طول، أنه هل رح بتكفي هيك؟ هل رح بتجيب نتيجة؟ واحدة من علامات الاستفهام. إذا هيك، إذا كان هناك من خطة أمنية قد تسمح بإعادة الوضع إلى طبيعته في معلبك الهرمل، وهلأ رح أقول ليش الخطة الأمنية بحد ذاتها منا الجواب والحل لكل هالمسألة، لأن حتى الخارجين عن القانون ببعض المحلات ومش كلهم ممكن يكون عندهم أسباب للخروج عن القانون. لحديت هلأ أغلب اللي تلقطوا منهم من الناس الأساسيين يلي معروفين على رأس عصابات كبيرة أو عصابات بس منظمة. بس كلام خطير اللي عم تقوله دكتور أنطوان، يعني نحن صرنا عم نحكي عن ثلاث مجموعات، مجموعة اللي تم إيقافها هي مجموعات غير محمد. أساسية. استاذ محمد بدي أقول شغل صغير. تفضل. لما بتلقط 20-30 واحد لأنهم أطلقوا رصاص وفي عليهم اتهام، أو بيطلع منهم الناس في عندهم تشابه بالأسماء، أو في ناس حتى ممكن يعني في عندهم تعديات بسيطة، حدا يعني منا عم بنحل بعض المشكلة. هذا ما بيعني معلوماتك هيك بتقول إنه الموقوفين أو الصحف عم كلها عم تحكي إنه لحديت هلأ جزء لا بأس فيه من المطلوبين ليس من الناس، من الناس يلي هن على رأس عصابات منظمة، لا بالإتجار بالمخدرات ولا ممكن مرق أسماء بسيطة، بس في جزء كبير هن خارجين عن القانون، بس خارجين عن القانون مش بالنسبة ولا بالقدرة يلي بتسمح أنه يكون فيها الخربطة الكبيرة بعلبك الهرمل. وعندي غير قراءة الموضوع، بس سؤال بسأله، إن كان هناك من خطة أمنية بدها توصل لنهايتها وتقدر تداهم وتلقط كل المسؤولين عن المشاكل، المسؤولين الفعليين، ليش بده يتم بالإعلام الكلام عن هذه الخطة قبل أسبوع وكل الصحف عم تحكي إنه في ناس أساسيين لما نعرفوا هيك قطعوا الحدود وصاروا بسوريا وصاروا بمكان آمن؟ يعني استاذ بكر انا اذا بدي الخص هذا الكلام اللي عم بيقوله الدكتور انطوان، نحن ايضا كاعلام شاركنا بغير ارادتنا عبر اعلاننا مثلا عن الخطه مثل ما عم بيتفضل، كذلك في يعني مخبرين يقال بقلب الاجهزه الامنيه او على هامشها وباطاره خلوا الكبار ال 120 ازعر يعني الكبار اللي تحدث عنهم الرئيس بري معظمهم يقال اليوم اصبحوا خارج الاراضي اللبنانيه. يعني انا اتكلم عن المره الاولى الحقيقيه نتيجه اللي عم يتفضل فيه الدكتور. في المرات السابقه كان عمليه المداهمات عم تعطى للمداهم سلف انه بكره الصبح نحن بدنا نداهمك، شرف طلع من البيت. ولا زالت اليوم هيك؟ اعتقد انا وانا مؤمن بالقائد تحديدا لانه تعرفنا عليه عن قرب جوزيف عون تحديدا بالاسم، وهو صار يعرف تماما موضوع بعلبك الهرمل الشمالي قبل ما يصير قائد، كان بعده بالمنطقة. قائد اللي عم يجري على كلامك استاذ بكر، قائد جيش اليوم بواشنطن بزيارة، عم بينقال ايضا انه ما حيتم تفعيل الخطة بجميع مندرجاتها الا يرجع على بيروت. ولكن القوى الامنية انا على مسؤوليتي عم تقوم بعمليات مداهمات سرية وبالطريق ومثل عمليات كوماندوس احيانا بالشارع، وعملية كأنها عملية خطف لبعض المطلوبين. الإيداء عم يكون لأول مرة فعلا إيداء مخيف للخارجين عن القانون، ولأول مرة بيخليهن فعلا أنه
يخافوا عن جد. حضرتك من عرسال يعني بهاي المنطقة عم نحكي ولا بعموم بعلبك والهرمل؟ أنا عم بحكي من من من, من يعني بدي أقول لك من رييق لتلحق الحدود السورية كاملة. أما فيما يتعلق بالحدود والتهريب هذا نقطة أساسية أساسية ولا بد ما أنا تنضبط، لأنه هونيك القصة الحقيقية، قصة التهريب والملايين اللي عم تجنى وعمليات المافيات اللي عم تتركب والدويلات الصغيرة اللي عم تصير ضمن الدول اللي ضمن الدولة. على كل حال حنتابع هذا الحوار، ولكن مشاهدينا الآن نتوقف مع هذه المقابلة اللي أجريناها اليوم مع الوزير غازي زعيتر، وهو أيضا من المنطقة، ورؤيته لهذه الخطة وعملية تنفيذها منتابع بعد هذا الحوار. بداية أول شيء أنا مصطلح الخطة الأمنية يمكن عندي بعض التحفظ عليه. أول شيء الأمن متواصل ومستمر، عم نحكي على صعيد كل لبنان، يعني كل المناطق اللبنانية الأمن يجب أن يكون موجود وحاضر بكل لحظة بكل ثانية. يعني الموضوع مش موضوع خطط، عم نوضع خطط إنمائية أو خمسية أو عشرية لموضوع معين. الأمن يجب أن يكون حاضرا عندما يقع أي حادث أو خلل بالأمن. هذا لذلك الخطة مستمرة، وهذا بكل لبنان الأمن. بعلبك الهرمل يمكن الدولة غادرتها منذ عقود، بقدر أقول أنه منذ الاستقلال، يعني من بداية الأربعينيات غادرت الدولة بعلبك الهرمل وتركتها لمشاكلها، لظروفها الاجتماعية، لكل يعني المصائب إذا صح القول نقدر نقول عن هذا الموضوع. اليوم نتيجة نحن بدنا نفرق بالنسبة للمشاكل والحوادث اللي عم تحصل بين نوعين من الحوادث. في حوادث نتيجة خلافات عم تحصل بين العائلات فيما بينها، عشائر فيما بينها، مثل ما بيحصل في أي منطقة من لبنان، يعني خلافات عائلية أو فردية بين أشخاص. في الأمور الثانية، الحوادث الثانية عم تحصل لي كلنا، نحن بنجبها ومنستنكرها وبنرفضها ومنحاربها، اللي هي موضوع الخطف، موضوع المخدرات، موضوع التعديات. هذه الجرائم هيدي مرفوضة رفضا كاملا. هون نحن اللي كان صرختنا ونداءنا للدولة انه تتفضل، يعني تاخد دورها وتلعب دورها بالمنطقة. طبعا الجيش وقت نقول منطقة عسكرية مش هو بيبادر فورا الى يعني حفظ الامن مباشرة. قوى الامن الداخلي، قوى الامن الداخلي تستعين بالجيش عند الضرورة. يعني اليوم قوى الأمن الداخلي، خلينا نقول نكون صريحين، أو كل جهاز أمني له دور بحفظ الأمن، الأمن العام، الأمن الداخلي، الجمارك، الفصائل الأخرى. بس ولكن حفظ الأمن داخليا هو لقوى الأمن الداخلي. خلينا الأمور يعني نحكي فيها مثل ما هي، ولكن باعتبار بعلبك الهرمل منطقة عسكرية في مرسوم باعتبارها منطقة عسكرية، القوى الأمن الداخلي لها أن تستعين بالجيش عندما لا تستطيع أن تقوم بدور. هذا ملي. هل على صعيد توفر العناصر أو العديد من القوى الأمن الداخلي أو الجيش؟ نعم، ما في، لأنه طبعا متاخد بعين الاعتبار موضوع كان محاربة الإرهابيين بالسلسلة الشرقية بشرق عرسال وبعض المناطق الأخرى في على الحدود اللبنانية السورية. بالشمال أيضا كان في مشاكل انتشار الجيش في الجنوب. يعني هذا العديد إن كان على مصعيد قوى الأمن الداخلي أو الجيش. نحن من فترة طويلة كتكتل نواب بعلبك الهرمل منطالب بتعزيز قدرات وإمكانيات قوى الأمن الداخلي وأيضا الجيش. نحن بانتظار يعني النتائج وحضور الدولة. طبعا الموضوع الأمني كحضور أجهزة أمنية هذا ضروري، وبعتقد بدأت مفاعيله على الأرض، وخاصة في مدينة بعلبك اللي هي يمكن في أولوية بحفظ الأمن فيها بداية، وبعدين ملاحقة كل المخلين والفارين واللي مرتكبين جرائم في قراهم في بلداتهم في أي مكان وجدوا. غطاء سياسي، أنا من جهتي بجزم أن دولة رئيس بري منذ فترة طويلة جدا، ومن يمكن عندما أطلق أنه بقاع عن دور
يعني كان بيقصد ايضا بقاع دور انمائيا وبقاع دور امنيا كمان، لانه في المشاكل والحوادث اللي كانت تحصل بين العائلات والعشائر ببعضهم، وال يعني سقوط ضحايا، هيدي كمان كانت تألمنا دولة الرئيس بيرغ. لذلك من جهة الرئيس بيرغ حركة أمل الغطاء مرفوع، من جهة حزب الله كمان أيضا هذا الموقف معلن وبشكل قاطع على لسان سماحة السيد حسن نصر الله. فإذا لا بل أنه بقدر أقول أنه أكثر تنظيمين سياسيين أو قوتين سياسيتين في بعلبك الهرم اللي بيتضرروا من الموضوع أن حزب الله وحركة أمل من هذه الأوضاع الأمنية الصعبة أو السيئة. طيب شو تعليقك على هجوم اللواء جمال السيد على قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي؟ هذا رأيه، يعني يسأل هو عن رأيه لماذا بس، ولكن طبعا مش مأيد رأيه، أنا ما بأيد رأيه. ربما يكون هناك بعض يعني بدي أعطيها مصطلح التساهل أو التغاضي عن بعض الأمور، بس ما فينا نتهم الجيش بشكل يعني هيك مباشر، وبعض إن كان على مستوى القيادة أو على مستوى الضباط أو الأفراد، يمكن في أفراد، وهذا بيحصل في كل دول العالم. يعني هذا من جهة عندنا نعم بدأ تشدد شوي ويمكن هذا مطلوب، بس لدرجة أنه الكلام اللي صدر قلت لك أنا ما بدي أعلق على هذا الموضوع نهائيا، لا أتفق معه بشكل عام يعني بهذا الإطار، وكل واحد يعني حسب يعني أي عبارات بيستعمل بيكون لها ظروفها وأسبابها، ما بعرف، ما فيني أنا كمان حلل كلامه على أي ظروف بنا على أي أسباب بنا. هذا الموضوع خاص فيه يعني لساعة النائب، يعني أنا بهالطريقة اللي أطلق فيها هذا الكلام لا، هذا مش رأيي أنا، أنا عم بعطي رأيي هلا. يعني ننظر للظروف اللي عم بيمر فيها البلد والمنطقة ككل، صحيح ملحين وملحاحين بطلبنا لمناطقنا مثل بقية المناطق اللبنانية اللي وضعها مشابه ومماثل لبعلبك الهرمين، بس ولكن أيضا ننظر لواقع الاقتصادي. نحن هلا يمكن كان فخامة الرئيس ولا دولة الرئيس بري ولا دولة الرئيس حريري، يعني ما بدي أقول عم بيحذروا من الوضع الاقتصادي إذا ما استمرينا هيك، وإذا ما استمر تأخير الحكومة تشكيل الحكومة يعني، والعقد اللي عم نسمعها يوميا أو نقرأها بالإعلام. إذن مشاهدينا، هذه كانت المقابلة اللي أجريت اليوم مع الوزير غازي زعيتر من ساعات. بدي أشكره مجددا للوزير اللي كان مفروض يكون معنا مباشرة، تعذر حضوره لارتباط طارئ باللحظات الأخيرة. كذلك بدي أشكر الزميلة ماريا الفحل اللي أجرت معه المقابلة، وبدي كفي مع ضيوفي بالاستديو. يبدو عندك كتير تعليقات أستاذ أنطوان. صحيح. على كلام الوزير. صحيح، بدي بلش من نقطة رح تسمح لنا نعيد الموضوع للنصاب. معالي الوزير تكلم عن ثلاث أشياء أساسية بحديثه، حكي عن أنه الدولة غادرت بعلبك الهرم منذ الاستقلال. أنا أقول منذ 1920 الدولة غابت عن بعلبك الهرمل، والهرمل يلي كانت فرق توقيت بس يعني بس نفس ال والهرمل يلي كانت أساسا بقلب لبنان الصغير، بينما بعلبك لا، مع إنشاء دولة لبنان الكبير، حتى الهرمل بدل ما تضل بلبنان خرجت من هاللبنان وخرجت من الدولة. مشان هيك لب المسألة هي الدولة. طرح مسألة تانية لها علاقة بالإنماء، علاقة الإنماء بالأمن، وهيدي مسألة جوهرية، وهي بأساس كل المشاكل اللي عم تحصل، وهي بأساس شك الناس بأنه الخطة الأمنية لازم توصل لمحل، لأنه أساسا الخطة الأمنية صارت بكل المراحل بنتمرنا هالمرة أنها تكون غير، بس في علامة شك عند الناس، رح جرب ترجمها بكلامي. وفي مسألة ما بوافقوا فيها، حكي عن أنه هيدا صراع بين العشائر وكأنه صراع بين أفراد. هون بدي حدد بشكل أساسي شو هي يعني شو علاقة الدولة، شو الخطة الأمنية. لما الإنسان أو لما الدولة بتجي لتتدخل ببعلبك الهرمل بدون ما تاخد بعين الاعتبار
انه هالمواطن عنده مواطنية وعنده مدى انمائي لازم تكون الدولة موجودة بحياته اليومية، عم تجي تتدخل بشكل طارئ وكأنها سلطة. الدولة ولا مرة كانت موجودة ببعلبك الهرمل، وإنما دائما كان تعاملها كسلطة منذ البداية حتى اليوم، والعشائر هي بصلب هالمسألة وبصلب هاللعبة. يعني أستاذ بكر بتوافق على هالمقاربة اللي عم بيقولها دكتور أنطوان؟ طبعا رجع فينا لدولة لبنان الكبير اللي شارف هلأ على مئويته، خلال سنتين بتصير لبنان دولة لبنان الكبير بيكون إلى قرن قائمة. أنا بدي أطلع شوي على المواضيع الأخرى اللي بحث فيها، ومسألة كون الدولة صارت سلطة قمعية أو عنفية ولم تعد هي السلطة الراعية أو التي يجب أن تكون راعية لأوضاع أبناء هذه المنطقة. يعني أنا قبل بدي أحكي عن اللي تفضل فيه مع الوزير، اللي أكد نقطتين أساسيتين. أكد على أنه القوى الفعلية على الأرض هني حزب الله وحركة أمل، وهذا الأمر أنا سميته القوى الفعلية المسؤولة لرقم واحد. هذه مش هلأ، قبل حكيناه. وهذه المسؤولية نعم يتحمله حزب الله وحركة أمل رقم أول. واتكلم عن مسألة تاني، الاستمرارية بتنفيذ الخطة، مش عملية يعني خطف أو ذهاب وعودة. لأنه مدى زمني كمان حكي فيها الاستمرارية. أيام قيادة الجيش أن الاستمرارية هي الأهم، لأن العملية الأمنية عملية تراكمية. كلام سليم، كلام صحيح. إذا نحن نختصر حتى نقول بغض النظر عن ديك المرة مرقنا على رأس العين ببعلبك المي مقطوعة، قلنا اخر انماء كان في دولة هون ايام الرومان، مش من 1920. عم ترجعونا لورا قبل 1860 يعني. نحن اكدنا على مسألة من باب التحية، انه للقوى الامنية فعلا تثبت جدارتها على الارض، ان كان من قوى امن داخلي ولا بدعم من قوى الجيش اللبناني وغيره. من الخطة ما زالت ببدايتها، عندك ثقة، عندك رؤية انه هذه يعني الخطة ستنفذ او تؤتي ثمارة؟ في بيانين صدروا بالمنطقة او ثلاثة، اثنين ونص. بيان من اهالي بعلبك بيشتكي من القساوة، اهالي التجارة بعلبك، والقساوة اللي عم تمارس بعلبك لانه بطل حدا يمرق او خف التجارة. انا اللي بشوفه انه يعني صار من كم يوم حالات مشان البريفي، وصار في مخازن عم تحترق مشان فتاش او حدا عم يقوص بالهواء او بالطريق. هذه حاله معممه بكل البلد يعني. اذا كان هذا الجرح بيوجع وأليم لمره واحده، ما بشي بنتحمل هذه القصه. البيان الثاني صدر عن باسم عشائر اهالي شمط ردا على حدا، وانا من الناس اللي موافق على انه فترة اللا دولة في لبنان مش بس بلبنان، فترة الفساد وفترة تظهير الصف الاول السياسي في البقاع، هذه انا موافق عليها 100% واكتر. وانا عم تحكي عن وزراء ونواب يعني؟ بقول نعم، وبقول انه هذا البيان ناقص، هذا جزء معلومات جزئية وعندهم إمكانية يحطوا معلومات كتير كبيرة وتتعلق بأشخاص وبعد عاشة، وهودي اللي عم يفرع عنه كتير مفكرين ماتوا الناس اللي عاشوا شهود ماتوا ومبطل في شهود. أنا بطمنهم الشهود موجودين وكل المسائل هذه موجودة. مشاهدينا نتابع هذا الحوار بعد فاصل قصير، نطلع خلاله على واقع البقاع ككل، على محافظة بعلبك الهرمل وهذه العلاقة بين السلطة والأحزاب والعشائر والنواب الجدد بعد الفاصل. مشاهدينا مجددا بحييكم، وقد انضم الينا بالاستديو الشيخ عباس الجوهري. مساء الخير شيخ، وايضا برجع برحب بالنائب الدكتور انطوان حبشي والنائب الاستاذ بكر الحجيري عن منطقه بعلبك الهرمل.
دكتور أنطوان، كان في مقاربة معينة قبل ما ننتقل لتقرير زميلنا ربيع شنطف عن واقع بعلبك الهرمل وبنستكمل هذا الحوار، ولكن كان في شيء يتعلق بالعلاقة ما بين الأمن والإنماء. صحيح، اليوم الكل عم بيحكوا أنه الأمن هو أساسي وبيجيب الإنماء. أنا أقول أنه الأمن ليس الشرط الوحيد يلي بيقدر يسمح بالإنماء، الأمن هو شرط من شروط الإنماء، هو عنصر وحيد، وممكن يكون التفلت الأمني سببه غياب عدة عناصر ما عم بتخلي المواطن يكون عنده حياة بالمعنى الإنمائي والاقتصادي حقيقي. بذات الوقت هالشي بيقوم أو بنسميه لما بتمارس الدولة الأمن بس بدون ما تقوم بواجباتها بكافة المجالات الأخرى، هي بتكون عبارة عن سلطة. يعني الخطة الأمنية أو الأمن بهالاتجاه بيجي عبارة عن سلطة، بيخلي المواطن العادي لما بيشوف أنه الدولة مش موجودة بحياته بكل المجالات الأخرى وعم تجي تكون موجودة بس بهيدا المجال، بيقدر يصير يتطلع على الدولة كأنها عنصر قمع له، وهذا ما قد يؤدي الى عصيان مدني عام. في مجموعه امور في 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 ما بتعوز العصيان المدني، العصيان المسلح بيصبو في حاله عصيان من نوع ما وان كانت غير معلنه، بس الاهم من هيك انه نقدر نشوف كيف الدوله من بدايتها كانت غايبه عن بعلبك الهرمل. ويمكن هالشيء مع انه كتار بيقولوا انه على عهد فؤاد شهاب الدوله فاتت على بعلبك الهرمل، على ايام فؤاد شهاب بنشوف انه الدوله ما تعاطت مع بعلبك الهرمل بمنطق الدوله وانما تعاطت معه بمنطق السلطه. كيف الدوله الشهابيه حتى تتفادى المشاكل اجت وتصالحت مع العشائر، تصالحت مع العشائر من خلفيه مش انه هي تفرض سلطتها كدوله، صارت عم تعطي العشائر الحيز السياسي تما تعمل لها مشكلة. يعني نوع من تلزيم الأمن للعشائر. صحيح، وبدنا نشوف إنه هالشي كمل. يعني شو تحولت مع على عهد الشهاب، بالعهد الشهابي صار الضابط المخابراتي بطرس عبد الساتر هو الأمن الفعلي والعشائر تتشارك السلطة، وحتى يقدر يمرق لها جزء من المسائل ويعرف منها. يعني صورة مشابهة للي فيما بعد أتى زمن الوصاية. رح نشوف إنه بعلبك الهرمل بكل المراحل مرقت بهو. على العهد الشهابي كانت عم بتوكل سلطتها السياسية أو كانت عم بتوكل المشاركة بالسياسة للعشائر حتى وتتغاضى عن تخطياتها، ولاحقا لدولة الوصاية مع الفلسطينيين، حركات قوى الأمن الواقع، لاحقا مع عبد الله أوجلان لما قعد بالبقاع، لاحقا مع منظمات يعني أجلان بالثمانينات وبالسبعينات دولة الفتح لاند. في عنا بكل هالمرحلة محاولتين حقيقيتين حتى تفوت الدولة على بعلبك الهرمل. أول محاولة جدية هي تجربة الإمام موسى الصدر يلي ما قدرت تكمل، ويلي حاول من خلالها أنه يفوت الطائفة الشيعية بصلب الدولة اللبنانية وأنه يأخذ الدولة اللبنانية على بعلبك الهرمل. أجهدت لوقت مبكر، بعدين أجهدت الحرب لتعمل إجهاض لهالمسألة ولتحول كل مشروع الإمام موسى الصدر إلى مسألة إلى تجمع مسلح بس. بما اخر مرحله حسينا انه الدوله عم بتفوت على بعلبك الهرمل بالمعنى الفعلي لما الجيش اللبناني قام بمعركه الجرود، حتى معركه الجرود يلي اخرج فيها الجيش اللبناني الارهابيين ما قدروا يتهنوا فيها المواطنين ببعلبك الهرمل لانه ما قدرت تنسب للدوله اللبنانيه بشكل كامل وبشكل حقيقي. مشاهدينا، مزيد من الاطلاع على واقع بعلبك الهرمل مع الزميل ربيع شنطف اللي جال اليوم بقرى وبلدات هذه المنطقه، وبعدها بدي اخذ تعليق الشيخ الجوهري نائب الحجيري على ما قاله الدكتور أنطوان حبشي وايضا المزيد من هذه الملاحظات على التقرير. هنا حي الشراوني في مدينة بعلبك، إنه الحي الأخطر في المدينة حيث تجري السرقات ويجري فرض الخوات ويجري الاعتداء على المواطنين، وسؤال الجميع هنا: هل ستنجح هذه المرة الخطة الأمنية؟ الإجابة على هذا السؤال عمليا تبقى رهنا بالآتي، لأن الماضي القريب والبعيد غير سوي.
منذ بدء الخطة الأمنية يتكرر هذا المشهد في شوارع محافظة بعلبك الهرمل، عناصر للجيش وأخرى للقوى الأمنية موزعة في زوايا مختلفة، والسبب إشعار المواطنين بأن شيئا ما تغير. بعض من هؤلاء المواطنين قرروا للمرة الأولى أن يتحدثوا لتلفزيون المستقبل عن حوادث استهدفتهم. كل شيء بتتصوره كان في بهالمنطقة، كل شيء، خوات وغير خوات وما في، يجوا بيشفتوا هون ظهور مسلح بينطروا المشكلة بناطرة، يعني بأي واحد بيطلع قدامهم بالغلط هونيك المشكلة، بيكون هو طريقه. ونحن صارت معي شخصيا، يعني صار معي انه صار علي كمان بالزمانات اطلاق نار من واحد جاي بعكس السير، وهذا طريقك ما احد المطلوبين. من شهر صار معنا حادث طويل عريض والحمد لله انقضت، لانه كنا لجأ شو قلنا ما نعرف انه بدنا نرجع ولا ما نرجع، او بده محلاتنا تفتح او نجي نلاقيها مسكه مسروقه. وضح النهار يعني تقريبا شي ساعه تنتين، وجوع عاديه ومعروفين من هن، يعني اجوا لعندي لهون كربون من تحت لحد محطه الدبس، كربون للسيارات لهون، انا يعني هن زبوناتي بعرفهم، فقلت لهم صف السياره ونزلوا لعندي بحمايتي وحميتهم الحمد لله مشي الحال. هذا اللي صار، هن كانوا لاحقين هون لحتى يشلحون مصاري هون، وقفوا السياره عندي هون وحميتهم، وحاول المشلحين يعني انه يقوصوا على المحل وكذا، صار في معركه يعني هون بالضبط. شو بكون معهم يعني بالعادة؟ سلاح ولا سكاكين ولا سلاح؟ أكيد سلاح. كل جبال عندنا هون ما شاء الله. جاري حد مني بيهجموا علي ناس مسلحين ومعرفين يعني من أي عيل، وبيقوصوا علي على محله، إذا ما شو فيه بيطلع إنه جايين بيتسلطوا علي بدي يشلحوه حق سيارة، لا يجي بسلاحه من هنيك من منطقته من حي بيت جعفر الشراوني ليجي لها لحد السيدي بعد الحصير بالتطري ويقوص ما يتعبهم على الحاج سلاحه معه. في أوقات الهدوء ومنذ سنوات عديدة يختار هذان المواطنان المكان نفسه للعب الطاولة. مين ربحان لهلأ عام؟ ربحان أنا. أقولك الخطة الأمنية تربح هون في المنطقة؟ إن شاء الله تربح، إن شاء الله نتمنى تربح. عم بيقول هو ربح، شو رأيك؟ ما هي الضامة بأي لعبة كان، يعني في ربح وفي خسارة. يعني أنت أدلان بالخسارة؟ مش ما بيقبل بالربح، بيقبل بالخسارة، بيكون عنده روح رياضية كمان. الناس هون رح تربح ولا العصابات؟ لا الناس بدها تربح طبعا، شو العصابات؟ الناس بدها تربح طوال ما الدولة موجودة، ببطل في عصابات، ببطل في مشاكل، ببطل في عونطة، ببطل في لف ودوران بالبلد، يعني حاج بكفي للآن. بكفي كلمة رددها أكثر من بعلبكي. الخطة الأمنية بمنطقة بعلبك منرحب فيها نحن هون جميعا، بس الخطة الأمنية لازم تكون بشكل مفاجئ، مش قضية أنه والله 10 أيام و15 يوم نزلنا وعرضنا عضلاتنا وراحت ترجع حليمة لعادتها القديمة، لا. أمان الحمد لله. دكتور يا الدولة كتر خير وإن شاء الله يدلوا هيك يا رب. مش من لبنان يعني، وما عندي فكرة عن اللي عم بيصير. منين جاية؟ جاي من إيطاليا. حاسين انه بامان اكثر ببعلبك؟ لا ما في امان بلبنان كله، ما في امان. طب ليش جيت؟ جيت لشوف اهلي، مضطره صراحه. شو رايك بالخطه الامنيه؟ شغله كثير منيحه، والانسان بيصير يحس بالامان، كل مواطن بعلبك هو مع الدوله اكيد. وكما في الاحياء كذلك في الاسواق، امل بان تنعكس الخطه الامنيه ايجابا على الحركه الاقتصاديه التي ركضت بعد العيد. إذا بدي يعملوا خطة أمنية يبنوا المؤسسات يبنوا مصانع بالمنطقة لا يمشي الحال. في محيط الأماكن الأثرية تحضيرات لموسم الاصطياف، هذا الحي كغيره مصنف تراثي يتحدث عنه بشغف الصحفي ابن بعلبك فؤاد غانم، والذي تابع التحضيرات الإجراءات الأمنية منذ بدء الحديث عنها. الشيء الوحيد اللي لمسوه أهالي مدينة بعلبك بهذه الخطة الأمنية هو ارتياح لدى العالم، عم تقدر تطلع من بيتها بعد الساعة 10 بعد 12 بالليل بعد الوحدة بالليل، عم تقدر تفوت وتطلع، عم تقدر يعني تطلع بكل أريحية ما عندها أي مشاكل. السبب الوحيد فقط هو وجود عناصر الجيش اللبناني في قلب مدينة بعلبك، هذا عم يعمل ارتياح لدى الشعب. مدينة الشمس تحتاج إلى أن تشرق فيها شمس الأمان الدائم.
بدي أشكر أيضا الزميل علي حسن الذي أتى بهذه اللقطات وكان برفقة الزميل ربيع في بعلبك الهرمل. مجددا بدي رحب فيك شيخ عباس جوهري. في تركيز مثل ما لاحظت على مسألة إطلاق النار، الخطة الأمنية بعد من المبكر نحكم عليها، هي بلشت أول من أمس فعليا أطلقت يعني، ولكن يبدو أنه حتى المواطنين اللي عم بيشكروا بالخطة على استحياء. أول شيء بدي مسيك ومسي النواب الكرام نواب بعلبك الهرميل والمشاهدين الكرام. بداية بحس حاله بهالأجواء الموجودة وكأنه في مرحلة تأسيس الدولة، مش مرحلة طالعين فيها من انتخابات ومن استحقاق انتخابي. مفترض تكون انه المنطقة لا رايحة باتجاه إعادة تشكيل السلطة وليس تأسيس الدولة. نحن بدنا نرجع على أي أساس إعادة تشكيل السلطة شيخ عباس؟ يعني النواب هن بذاتهم نفس النواب باستثناء النائبين الحاضرين معنا، هذا تحول كبير أنطوان والأستاذ. ما هيدا الأمل المعقود على أن تدخل إلى بعلبك الهرميل كل الصورة اللبنانية، هذا التنوع اللي كنا نحن نأمل به والحمد لله تحقق بهالكوكب الجميلة. واللي كان حابين يعملوا كمان يعني يحطوا اي فرق، لا ان شاء الله اكيد بس الواقع يعني مأزوم. وشو سببه؟ نحن هلا بدنا نروح على السبب، انه القوى اللي كانت فاعله على مدى 30 سنه ببعلبك الهرمل، وانا هون ما بدي يعني يكون دبلوماسي، بدي باشر يعني بعد الحرب الاهليه عم نحكي، بفتره بعد الحرب 30 سنه من 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 الماضي. نعم، هيدي القوى اليوم رايحه تعمل دوله، تعيد الدوله الى دير الزور بالوقت اللي اهلها فقدوا مفهوم الدوله. يعني نحن بدنا نرجع سوريا، يعني اللي هلا ايضا دخل اليها القوات، انه مع الاسف انه صرنا عم نحمل اعباء تبعد عنا 600 كيلومتر و700 كيلومتر، ونحن بين اهلنا فقدنا الامن والامان. وشفت اليوم بالتقارير، واليوم الخطه الامنيه خلت سوق بعلبك اليوم يصفر مثل ما بيقولوا. يعني الناس قالت انه طيب بدنا خطه امنيه بس بدنا الناس تيجي تفوت وتشتري، بمعنى انه لانه بديش اقول انا غياب الدوله، ما هي الدوله شو؟ بدنا نرجع نعيد صياغه مفهوم الدوله. الدوله هي شيء خارج ولا لا؟ هي مكون يعني يكونه الفرد والمجتمع. شو الدوله؟ الدوله شيء خارجي بدنا نجيبه على المنطقه، يعني هي العلاقه التفاعليه ما بين السلطه والمجتمع. يبدو ان منع الخلل القائم واللي سببه اللي انا ما بني جاي انك اجراح، بس بدنا نوصف اذا ما قلت المرض شو مش حتجي السبب. مش حتعرف السبب، هو العقليه التي تسود القوى التي تسيطر على المنطقه من 30 سنه، واللي افقدت مفهوم الدوله عمقه. يعني هلا باللاوعي عندنا بساحتنا، انا بدي احكي عن ساحتي، ما بديش احكي عن كل واحد بيعمل يعني اذا عم نحكي بالساحه الشيعيه، شو بده؟ اعاده رسم لمفهوم الدوله في ذهن الفرد. نحن هيدا المفهوم تشوه شيخ عباس، ولكن الناس بفكروا الدوله شيء خارج بده يجي. الناس في هذه المنطقه اختارت ممثلينا وممثلينا، هي ما انت بتعرف كيف بيختاروا اللبنانيين وكيف بتسيطر عليهم اجواء يعني الارهاب الفكري والمعنوي، وانتم بتعرفوا شو جرى يعني بالانتخابات وشو صار. والتكفير يعني في حرم كنسي كان يلقى على 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 اللي بده يقترع، ولكن جو الناس يعني باكثريته هذا مشوه، بده اعاده، بده شغل. لكن وما يعني صح انه نحن بنمضي وبنقول انه بشرعيه هؤلاء النواب، لكن صوره الانتخابات صوره مشوهه لما رفقها من 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 مأساة حقيقية. يعني بالخطاب، ما عندك ثقة بالممارسة، ما عندك ثقة بهذه الخطة الأمنية اللي هلأ يعني بدأت؟ لا، عندي ثقة، عندي كل الثقة بأنه إذا قررنا جميعا وكل المكونات، مش اليوم بيجوا بيتعاطوا مع الموضوع بقفزات، ما بيحكوا الكلمة بصريح العبارة، بدهم يميلقوا المطلوبين وبدهم ما يزعلوا العشائر، وبدهم يقولوا مش مسؤولية الأمن، يعني الفلتين مش مسؤولية العشائر. طب مسؤولية مين؟ يعني شو هي يعني مخلوقات فضائية عم تيجي تعمل خلل أمني، ولا هي أفراد نحن عبقناها بثقافة خطأ وانفجرت هلأ بوجنا، وهلأ جايين نقول بدنا نصلح؟
ما المشكلة والحال كذلك حضرة النائب بكر الحجيري بتقول انه اطلعت على البيان العشائر اللي صدر ومن نفس جو الشيخ عباس في بيانان بتقول انه بيوصلوا لنفس النتيجة اذا ماني غلطان اللي عم بيحكي فيها الشيخ عباس الجوهري. لا بيختلفوا. انا فيما يتعلق بموضوع الدولة نحن فعليا الناس هل مقتنعة بهذه السلطة السياسية ام غير مقتنعة؟ هذه مش المرة الاولى. برأيك مقتنعة او غير مقتنعة؟ انا كنت بفترة من زمنية غير مقتنع بالسلطة السياسية وعملت على تغيير هذه السلطة باتجاه يناسبني انا ومجموعات كبيرة. عم تحكي بمنطقة بالحرب الأهلية اللبنانية ولا الحرب الأهلية اللبنانية؟ عم بحكي على الدولة على البلد. كان في هناك معطيات وفي تطلعات على تغيير شكل السلطة شكل الدولة يتناسب والمجموعة بأي اتجاه؟ باتجاه اللي بيناسبنا. فشل. بعد الطائف فشلت طبعا وصرت انا على قناعة للسبب انا هوني صرت على قناعة انه الدولة لازم تكون حتى باخطائها لازم تكون مؤمن فيها لنستمر. اما بعد الطائف وبعد الاجتياح 82 وبعد في كمان قوى عم تراهن على تغيير هذه السلطة باتجاه يناسبها. هل وصلت الان الى مكان تؤمن بانه الدولة وهي السلطة بتناسبها؟ من هون امتحان الخطة الأمنية وغير الخطة الأمنية. بكلمة واحدة قبل ما انتقل لفاصل دكتور أنطوان، متخوف انت على مثل ما عم بيحكي النائب بكر الحجيري، تتخوف على اتفاق الطائف ومدى صموده وكأنه عم بلمح يعني نوع انه عم بيقول كأنه اتفاق الطائف عم يترنح او عم يهتز باتجاهات اخرى غير اللي بني عليه، مع انه الموضوع عم بيروح بغير اتجاه. انا برأيي هذه زاوية من الزوايا، طالما في قوى حية المشروع وجه والكيان اللبناني لن يذهب إلا بالاتجاه التاريخي الذي بني به، وكل حدا أخذ مشروع أو الكيان جرب يأخذ الكيان اللبناني بالاتجاه يلي بيقدر يفكر أنه هو بده إياه انتهى بالسقوط. هيدي يعني ملخص للحتمية التاريخية اللي دائما بيحكي فيها الدكتور جعجع. مشاهدينا بعد الفاصل نظرة على الإنماء في منطقة بعلبك الهرمل وأيضا هل تنجح الخطة الأمنية، مزيد من الآراء والاستقصاء. مشاهدينا نستكمل هذا الحوار وأجدد الترحيب بضيوفي بالاستديو، النائب الأستاذ بكر الحجيري، الشيخ عباس الجوهري والدكتور أنطوان. دكتور أنطوان بدي أسأل حول مسألة الإنماء، أنت عندك تركيز كتير حول مسألة الإنماء. اليوم أنت تأتي من منطقة من دير الأحمر لأول مرة تكون نائب، أنت ضمن بيئة ما فيها أكثرية يعني تمثل ما تمثل أثبت هذا الحضور، بس اليوم شو قادر تعمل؟ أنت تمثل طبعا حزب القوات اللبنانية، شو قادر تعمل بضمن هذه البيئة وهذا البحر الواسع من بيئة مختلفة تتعارض معك في السياسة وتتعارض معك في النظرة الاقتصادية وإجمالا بكل شيء؟ أول شيء خليني أقول أنه ببعلبك الهرمل تصنيف الناس لبعضها بعلاقتها الاجتماعية والإنمائية هو شغلة مستجدة، وألحاق المسألة الإنمائية والعلاقة الاجتماعية بالاختلاف السياسي هو مسألة خطيرة. قديش مستجد يعني صرنا سنوات 20 30 40 50 سنة؟ بعلبك الهرمل بيعرف انه العائلات والناس بين بعضها في بين بعضهم علاقات اجتماعية تجارية تعاونية، وهيدا التصنيف ما كان موجود قبل مشان هيك، ولكنها تأثرت بما استجد. يمكن أن يكون هناك فرق كبير، والفرق الكبير ببلش لما الإنسان بيأمن أنه قادر يعمله. وأنا بنيت حملة الانتخابية وشددت بعد حملة الانتخابية أنه أكيد عنا اختلاف سياسي،
مع جزء كبير من من يمثل بعلبك الهرمل بالانتخابات، ولكن هذا الاختلاف السياسي الذي نقول به صراحة وهو حق لكل لبناني أن يفكر وأن يكون لديه رؤية بالمسألة السياسية، ما قلنا حق نحمله للمسألة الإنمائية والاجتماعية، لأنه لما بنبني حاجز نفسي بين الناس بنكون عم بنهدم مجتمعنا من الداخل. مشان هيك خليني أقول أنا مآمن بالمطلق، مش قدر حقدر أعمل فرق، أنا مآمن بالمطلق لأنه في ناس هيدا كان موقفهم وهيدا كان رأيهم رح يكونوا موجودين كل هالفترة معي حتى نعمل فرق. والفرق الأساسي اللي بدنا نعمله بالإنماء، بدنا نجيب الدولة على بعلبك، بدنا نجيب الدولة على ولكن لا. هذا الحاجز النفسي اللي قال عنه دكتور أنطوان حبشي أستاذ بكر، اليوم أنتوا ألم تشاركوا بهذا الحاجز النفسي؟ طلع نواب علبك الهرمل من أصل 10 نواب التقوا برئيس الجمهورية، غاب النائب أنطوان حبشي، غبت حضرتك، وغاب يعني نائب آخر بدعوى أنه كان نائب ألبير منصور بدعوى أنه كان قبل بيوم عند الرئيس، ولكن لماذا غبتوا عن هذا الاجتماع؟ ما اندعيتوا؟ حتى لو ما اندعيتوا ليش ما عم تتواصلوا مع رئيس الجمهورية؟ أنا بشد على الكلام اللي تفضل فيه الدكتور. نحن بالنهاية صح والاختلاف موجود، إن كان بالسياسة وإن كان بغير السياسة موجود هذا على الأرض وبالفعل، وما رح نندعى وبتصور ما حنندعى طول المدة، بعتقد ما حنندعى، بس نحن ما حنقاطع وما حنزعل. طب ليه ما رفعتوا الصوت؟ ليه ما رفعتوا الصوت؟ هل عم نرفع الصوت؟ هل عاد فينا نرفع الصوت؟ نحن ما حنقاطع، ما حنزعل، حنشدد على انه هاي مسؤولياتكم، صاركن عشرات السنين هون لا انماء ولا امن، فانتوا لشو؟ هذا الكلام العهد يعني جزء من المنظومه اللي بتقاطعكم؟ رئيس الجمهورية؟ لا يعني نحن فينا نتواصل مع رئيس الجمهورية بطريقتنا كمان، نحن بالاخر انا ما بشوفها من هالزاوية، انا بشوفها من زاوية ايجابية اللي هي لأول مرة كل الأفرقاء السياسيين وقوى الأمر الواقع موجودة ببعلبك الهرمل عم بيقولوا نحن نرفع الغطاء السياسي عن كل العصابات وعن كل اللي عم بيصير. إذا طلعت كتلة الأمل والوفاء لعند رئيس الجمهورية لتأكد هيدا الشيء بيكون هيدا الشيء إيجابي. نحن حكينا عن هالمسألة ورح بنتبعها بعدة اتجاهات، وتحديدا مش باتجاه المسألة الأمنية اللي بتكون لفترة صغيرة وبتمرق وبترجع الأمور لحالها. ولكن الشيخ عباس إذا ماني غلطان بيعتقد أنه هذا الأمر اللي هو هذا التواصل ويعني الغطاء المرفوع عن هذه القوى أمر شكلي، إنما هي ستظل هذه القوى تتحكم بأمر وبناصية الناس في المنطقة. أنا بتقديري لا، هم ضاقوا بهم درعا فما بقى يقدروا وما بقى بحاجة إلهم، يعني بالعشر سنين الماضيين تعرف التوترات حصلت بالمنطقة، كان بحاجة لقوى لا منضبطة غير منضبطة يعني توتر الأجواء في لحظة ما تستعملها أنت في الداخل. اليوم صاروا هؤلاء اللي كانوا يوتروا الأجواء على الآخر صاروا يوتروا الأجواء على الداخل الشيعي، وبالتالي ضاق بهم درعا. يبدو شيخ عباس عندك مشكل حتى الميكروفون التكنولوجيا عم تتآمر عليك. لذلك أنا بقول إنه هلا يعني فرصة تاريخية لمنطقة بعلبك الهرميل، نجاح الدكتور أنطوان والأستاذ بكر اللي أدخلت على التمثيل بعلبك الهرميل مكونين مهمين وموصولين بكتل وزني بالمشهد السياسي اللبناني، وبالتالي أهل البقاع إذا أحسنوا الاستفادة وتشابكة الأيدي بأيدي بعض مش عزل وانعزال. وانا بقول يعني بدعيهم للاخوة النواب الحاضرين انه ما يتركوهم هن يدعوكم، انتوا دعوهم حتى تحطوهم امام مسؤوليات وتحديات المنطقة اللي بدها تضافر جهود. اليوم بيحكوا كتير عن موضوع فاعل خير يعني بالافطار صار افطار بمنطقة دير الاحمر من قبل رئاسة اتحاد البلديات وتمت دعوتهم، اعتذروا. ممكن لضيق الوقت او ممكن يعني التواصل لحد هلا ما تم. استاذ بكر هل بتعتقد انت ما حضرت؟ هل بتعتقد تمت الدعوة؟ انا اخر دقيقة جد علي شيء بس
انا ما حبيت اقول له انه هو ايضا ما حضر، بس بشكل عام انه التواصل، لانه يعني هذا التواصل اللي عم بيحكي عنه دكتور انطوان حبشي حضرتك. انا في الواقع الموضوع الانمائي فيما يختص بعرسال تحديدا وغيرها هذا خاص، يعني انا عندي اضافات مش موجوده الدائره الاحمر او بطبيعه الحال انا طالما اتطرقت الانماء الايجابي والمتوازن مثل الخطه الامنيه والمستدامه بدها تكون الخطه الامنيه هي شامله وغير منحازه في مكان، والانماء بده يكون بنفس الطريقه. والانماء الايجابي ما حدا في يلغيه. اعطي مثال بسيط، بسنه 58 عرسال تعرضت للقصف الطيران والدبابات المدفعيه، لانه هي مش اول مره بنمر فيها. كان الرئيس كميل شمعون احدث 58 كميل شمعون صحيح، بس كان كيلو السكر بعتقد يوم 35 قرش، بعدين صار بليرة وربع. كل الختائري أنا بذكرهم بيقولوا الله يرحم كميل شمعون، عأيامه كنا نجيب هيدي هيدي، يعني ما كان في تداخل هالقد بين السياسة والاقتصاد. حتى بالأيام الشهابية بدأ من نين، يعني عم تفضل الدكتور يقول مع العرسال صح، بس راع العرسال بعت حدا عرسال قال له نهو شو، قالوا له لا عنده كهرباء ولا ما عنده شيء، قال له خذوا له المولد حطوا له نيه بالضيعه. خذ له مولد 500 كفاء وحطوا بالضيعه وبقى لا يعني اقل من 15 سنه حدا اخذ وبيع من القوى الظالمه. كويس، الله يرحمه للرئيس فؤاد شهاب، بس انتوا وين كفيتوا بهذا الانماء؟ يعني حتى هذه الامور اليوم عم نحكي عن الستينات او نهايات الخمسينات وبدايات الستينات بعهد الرئيس فؤاد شهاب، كانه الامور بعد 50 سنه بعد نصف عقد من الزمن تراجعت لورا ما تقدمت. نعم صحيح، عرسال والمنطقه جزء منزوع الانماء اذا بدك تسميه، الانماء في صفر، وانا لهالسبب عم اقول في كتله 10 يمثلوا الدوله هونيك لا عملوا انماء ولا عملوا امن، فلذلك هودي ما عملوا شيء. جنان العرب بتسالك عبر تويتر، هناك بعض المنازل بعرسال لا يزال الجيش اللبناني بداخلها، هل ستعملون على اعادتها لاهلها؟ نحن عملنا جدول كامل باسماء كل البيوت اللي الجيش اللبناني موجود فيها بسبب الاحداث اللي صار بال 2014، وناطرين القائد ليشرف لحتى نعمل له زياره ونقدم له اسماء البيوت. القائد الجيش العماد عون، هل بتتوقعوا او في زياره قريبه له ستكون بهاي المرحله الجايه؟ نحن مقدمين طلب بهذا، نعمل جوله على القوى الامنيه بما فيه القائد عون. بالنسبه للتعويضات، نعمه خليفه بتسالك ايضا عن اهالي عرسال والتعويضات والخسائر الكبيره وما تعوض شيء لحد هلا. في 10 مليار ليره طلعوا بدل كرز، تعويضات كرز من مدي مش بعيدة وتوزعوا بعرسال في بعض الشوائق. بس نحكي عن الأمور مختلفة، ليس ملف البيوت والمؤسسات والمناشر والآليات التي ضربت وسرقت في أيام داعش، كمان عم نعمل فيها جدول لحتى نقدم. لم يا يوسف بتسألك، هل أنت متأكد أن السوريين اللي حيرجعوا إلى سوريا سيكونون بأمان من البطش اللي بينتظرهم هناك؟ يعني هذا ايضا ملف النازحين بدنا نحكي فيه، ولكن بهيك بشكل سريع شو ردك على هذا؟ نحن عندنا في منطقه القلمون وفي عندنا منطقه الاقصير حمص، يعني قسمين، في حوالي 30,000 بعدهم من القلمون وحوالي 30,000 تقريبا من منطقه الاقصير حمص. جماعه القلمون البعض منهم، وانا عندي وثائق بتقول العكس من القلمون، ولكن بعض القائم بزيادة وزير الخارجية قالوا انه بلدهم آمن ومدري شو، وبكره يمكن يفل الصبح منهم 400 واحد او 370 واحد على الأرض على الاقل هؤلاء الموضوعين. هلا قد بيروح الله اعلم، صبح بنعرف. منطقة الاقصير هي منطقة بيقولوا اهلها مضروبة ب 80% منها، في حي صغير بالمنطقة الشرقية ويسكنوا ناس غير منتمين لا للمذهب اللي هن فيه ولا من المنطقة، وفي بيقولوا كمان انه عنده اهل بسوريا ممنوع يجوا على الاقصير، فاذا كان بسوريا ممنوع يجوا على الاقصير هن على اي اساس بيرجعوا؟ لذلك سلم وزير الخارجيه رساله منهم مكتوبه وبيحددوا هذا، وانهم مستعدين بيرجعوا بشرط بغطاء دولي كامل
لحتى يرجعوا لهونيك، وغير هيك ما فين يرجعوا. يعني هذا الكلام كله بياخذنا شيخ عباس إلى مسألة أساسية ومهمة جدا، وهي ضرورة كما يقول الفريق الآخر التعامل والتعاطي والتنسيق مع النظام السوري ومع الرئيس الأسد لحل هذه الأمور. رح يظلوا القوات اللبنانية والمستقبل وحزب التقدم الاشتراكي عاملين جبهة ويعني تؤثر على ملف النازحين برمته؟ يعني أنا بتقديري إنه العلاقات اللبنانية السورية مش مزاجية لقوى، يعني بعض القوى اللبنانية، هي يعني موضوع مصلحة لبنانية أو مصلحة مشتركة. طب لما النظام السوري بعده ما عنده وضوح كيف يتعامل حتى مع أبنائه، يعني هؤلاء النازحين هؤلاء لبنانية ولا سوريين، أولوية الحديث عنهم عند مين؟ عندنا ولا عندية الراعي السوري؟ إذا بيعتبر حاله هو راعي صالح لهيدي، لذلك المشكلة إنه يعني هو آخر همه المواطنين وكأنه مشردين ولا في الداخل السوري أو في الخارج. المشكلة إنه استدراجنا إلى الأوحال السورية دبلوماسيا أو أمنيا أو سياسيا، هذا بده يعيد تدخلات سوريا في لبنان، وأنت بتعرف يعني تاريخنا ولكن ليس يعني النظام يعني السوري بوارد التدخل بالملف اللبناني، عنده ما يكفي من مشاكل وعنده ملفات يعني كبرى وحرب لا تزال لم يمكن تنتهي بعد. يمكن التدخل في سوريا في التدخل في لبنان في الجيب اللبناني بفيده بمعطيات داخلية سورية، لذلك نحن كان همنا الوحيد انه ابعاد كل تأثيرات المشهد السوري عن لبنان. بدنا نحكي على كل حال على مسألة النازحين وملف التهريب عبر الحدود والأراضي، ولكن بدي بهالدقائق يعني حاول احكي عن المشاريع دكتور أنطوان حبشي، المشاريع الذي تريد والتي تحتاج بحاجة ماسة بالمنطقة كإنماء، يعني من وين ممكن نبلش بالإنماء ببعلبك الهرمي؟ الإنماء ببعلبك الهرمي الكلمة كامل بدي أرجع أربطه بوجود الدولة ببعلبك الهرمي، يعني بمؤسساتها الأساسية، يعني بنجاح الخطة الأمنية. أول شيء الخطة الأمنية هي جزء يسير منه. اليوم نحكي عن مبنى المحافظة ومؤسساته وينه، فنعتمدها آخر شيء بأعالي الجرود. بدنا نحكي عن المستشفيات، بدنا نحكي عن الجامعات، بدنا نحكي عن نوادي الرياضة للشباب، بدنا نحكي عن الاقتصاد الشرعي للدولة يلي المواطن بيقدر يلاقي حاله فيه. غياب على الدولة عن كل هالمسائل عم بتحط بعلبك الهرمل وكأنه عم بتدور بفلك غير الفلك اللبناني. حتى على مستوى القرار السياسي المواطن ببعلبك الهرمل بحاجة انه الدولة تكون موجودة ببعلبك الهرمل تيحس حاله انه هو عم بيشارك بالقرار السياسي بشكل يعني بتوافق على عنوان المقال اللي اجى اليوم بجريدة الاخبار اللي بيقول بعلبك الهرمل الدولة على رأس المطلوبين؟ بمعنى من المعاني الدولة بغيابها عن بعلبك الهرمل هي بتتحمل مسؤولية كبيرة، وحتى بغيابها عن انه تكون موجودة وعندها علاقة بالناس مباشرة مش مفوضة هالامور لناس تاني. بدي اعطي عدة امثلة. اليوم عم نعمل الخطة الامنية، ادمين على صيف وفي مشكلة بالماء، طيب وين الخطة الامنية؟ وين من انه تلحظ حماية ينابيع المياه مثل نبع اللب والقناة مثل نبع اليمونة وتفرقة المياه بشكل صحيح؟ مش يكون في حدا تحت الطاولة عم بيشتري هالمياه، هاي ينابيع والعيون إذا ماني غلطان في كتير منها، يعني اليوم ما فيها في شح، في شح، بس مش بس في شح، سوء توزيع، في سوء توزيع، لأنه ينابيع المياه ما في قوة أمنية موجودة فيها بتقدر تضبطها، ومش عم بتكون فيها عطول، عم بيجي يلي بيقدر يفرض سلطته عليها يوزعها بشكل مختلف ويقبض حقها من مزارعي الحشيش بينما المواطن ما عنده ما يشرب. طيب هذه الأمور اللي عم بيحكي عنها يعني في واقع متردي اللي عم بيحكي عنه دكتور أنطوان، بس أستاذ حجيري يعني المدارس والمستشفيات والمشاريع السياحية والمشاريع الطرقات والكهرباء والمي وإدارات رسمية، هذه أحلام وردية، يعني بعتقد من وين نقطة الانطلاق برأيك لما يسمى بنقطة الصفر أو الحد الأدنى لهاي الناس تبلش تؤمن أنه في دولة قادمة؟ أنا رأيي المنطقة عنا بحاجة اللي تفضل فيهن كلهم، هلا بحكي لك عن نفسي اذا بدك بالتربه، موضوع التربه. اما في موضوع الثاني الزراعه بالمنطقه، في زراعه مثلا موسم المشمش، لحتى تقطف المشمشات وديهن على السوق على بيروت بدك وقت، يعني بيكون بهذا الوقت اللي بدك تمرقه
تزعوا المشمشات كبن على الطريق ما في لزوم تكمل فيه. يعني الطرقات اللي مشغولة منها لها الشغلة، بده الاعتماد على نوع من الزراعات المنتجة والمشغلة اليد العاملة لتخفيض نسبة البطالة. ما بدك لها الأمر جمعيات مثل زراعية، جمعية في جمعيات خرق الله مثلا. أعطيك مثال، نحن كان في بالبقاع في نهضة زراعية كتير كبيرة ليوم اللي اجتاحوا السوريين لبنان، في عنا معمل السكر بمجل عنجر تم تفكيكه ولحد هلا انفكك، وبطل ابن البقاع يزرع الشمندر السكري اللي كان من الارعاون لتلحق رياء، هذه سهله وحده كانت مشغله مئات بس الوف من اللبنانيين والجيران، وكانت المنتجات اللبنانيه رائعه وتصدر من هناك. ليش ما اعيد تركيبه لهذا المعمل بعد هالسنين الطويله؟ ليش؟ لانه في ناس ما بدا تقصير لا مقصود. ما بدا انه هيدي يمكن في حدا بالجوار متضرر من وجوده من انتاجه. ما يعني على بنرجع لمساله كمان متعلقه بالتهريب، الحاج علي قاسم شومان بيقول لك او تدخل ضمن صفقات الفساد، هل حتعملوا على توقيف المهربين الخضار والفاكهه من سوريا الى لبنان؟ انا تقديري هذا الموضوع مش بهالبساطه يحكى، انه انا كل المسائل اللي عم تحكيها يا استاذ بكر منا بهالبساطه، بمعنى من المعاني يلي بيجي ليقطف بستانه اذا حدا فرض خوه عليه شو بيعمل، بمعنى من المعاني اذا صار اخذ بالطار لمين بتلجأ، مين بيحصم إذا في مشكلة لمصنع مع جهة معينة عند أي قاضي بيروح؟ في أمر واقع، في عقلية متوارثة عند العشائر. ليس الدولة لحالة مسؤولة عن كل هذا دكتور أنطوان. ما هو وجود الأمر واقع هو غياب للدولة، الأمر الواقع عم بيعبي هالفراغ تحديدا. غياب الدولة الكامل هو يلي بيسمح لكل هالمسائل أن تصير تفصيل بسيط. المزارع اللي بده يسقي أرضه وإله حق من نبع معين ب40% ما عم بيوصل ل5% وما بيقدر يلاقي حدا يلجأ له، ما بيعود يحس حاله مواطن، بصير بده يجيب حقه بإيده. أستاذ بكر بدي أسألك عن مسألة قلت كلمة الفساد وما عاد كفيت بهذه النقطة. رئيس الجمهورية بلقائه مع نواب علبك الهرمل حكي عن ثلاثية سيعمل خلال عهده على مقاربتها، هي مسألة الفساد واحد، اثنين الاقتصاد ومحاولات التنمية، وثلاثة مسألة النازحين وأعبائها. هل بتعتقد أنه هذه الأمور ستفعل وفي أفق معين لنوصل لمحل فيها؟ أي إنماء بيتم يكون الدكتور أنطوان أخبر مني فيها، إذا هاي الأموال بدها تصرف بحجة الإنماء، إذا لم تكن في مكان منتج ومفيد فهو هدر وهذا فساد. هذا مفروض يكون في رقابة شفافة وواضحة وتأخذ يعني مصلحة المواطن، مصلحة الناس الفقراء، وتوضع أولويات الدرجة الأولى موجود هذا الشيء. إذا غير هيك لا، الفساد باقي لا يمكن. الله يطمنك. يعني إذا يكون علينا 80 مليار يمكن نصير 100 وشوي والبلد رايح إيه، إذا ما كان في فعلا دراية ودراسة جدية للأموال اللي بدها تصرف أو تنفق بحجة الإنماء. بدنا نحكي بدنا نحكي عن بالمحور الأخير عن المؤتمرات اللي موعود فيها لبنان، وقديش ممكن يعني تعيد تعويم الاقتصاد اللبناني. بدك تقول شيء شيخ عباس؟ أنا بقول إنه لترجع تعمل تنمية وترجع تضخ بالحياة البقاعية، الحياة في عنا نحن ثروتين، يعني البقاع زراعي وفي عنا شوية سياحة. هلأ السياحة بدها ثقافة سياحية مفقودة عنا، اللي عنده قدرة على تنشيط الفكرة السياحية يتفضل يقدم مشاريع، ولكن تقطعات انتاجية الزراعة اللي المفروض ينشغل عليها والصناعة الزراعي. اللي هي كمان الزراعي كيف شو أول شغلة بدك تحمي المنتج الزراعي من دخول المنتجات إلى الأسواق اللبنانية بطريقة غير شرعية؟ يعني الحليب ما يفوت مهرب حتى يضل المزارع بيقدر يبيع
منتجاته، والبندورة بدها تكون تحميها، والبطاطا نفس الشيء. وبالتالي هيدا بده ينرجع لموضوع الأجهزة الأمنية، الأجهزة الرقابية. وهذا بياخذنا يعني للمحور الأساسي اللي بدنا نحكي عنه بعد الفاصل مشاهدينا، عمليات التهريب من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى سوريا، يعني عملية رايح جاي، وماذا يستفيد منها لبنان، وحجم الخسائر، من المتورطين، هل الأجهزة الأمنية جزء من هذه الشبكة الجهنمية؟ بعد الفاصل. مشاهدينا نستكمل هذا الحوار مع ضيوفي بالاستديو، وأبدأ مع النائب بكر الحجيري. مسألة التهريب استاذ بكر، حنشوف عنا هلأ تقرير مفصل حول الآلية والأطراف الملاجين بهذه العملية. إلى متى ستستمر هذه المعابر غير المنضبطة غير الشرعية، حركة تصدير واستيراد على عينك يا تاجر؟ فيما يتعلق بأرسال اللي تاريخيا هي مستفيدة من هي عملية التهريب، اليوم مقفلة بالسواتر عالية، والجيش هو في حالة رقابة. التدابير العسكرية اللي أخذت سنة 2014 وما قبل بالضاحية وبأرسال ما تزال قائمة. في عنا مشكلة وحدة، أنه الصبح اللي عم بيروح على شغله على الحواجز الأمنية اللي هي على الحدود باتجاه الحدود، وهي متعلق انه عم يتم تأخير وقت طويل، الناس عم تشتكي بشكل كامل. نحن قررنا انه هودي الحواجز مفيدين وما زالوا مفيدين، طالما انه السوريين اللاجئين موجودين نحن هالحواجز ضروريات، بس في تسهيلات لازم ياخدوها، لانه اي معبر صغير حد الحاجز بيؤدي ليليا لمشاكل كثير كبيره من سرقات والى اخره دغري على على وهذا اللي عم بيصير دكتور انطوان ببقيه مناطق تانية. يعني في عنا على الحدود تقريبا في شيء 700 كيلومتر 700 يعني كيلومتر عمليه الاجهزه الامنيه ضبطتها، ولكن في بحدود 3000 منا منضبطه، وفي معابر يعني رايح جاي. يعني رغم وجود الحواجز لا يزال هناك تهريب، ولكن ما بدي بس أحكي عن التهريب، لأنه التهريب هو جزء من منظومة متكاملة نحن غايبين عنها. بدي أحكي عن التهريب، بدي أحكي عن تجارة المخدرات، بدي أحكي عن معامل الكابتاغون، بدي أحكي عن عصابات سرقة السيارات، بدي أحكي عن عصابات الإتجار بالسلاح، الألبسة، الخضار والفاكهة، الفيول والبنزين، 100% كل هالعمليات هي عمليات اقتصادية تشكل اقتصاد بديل عن الاقتصاد اللي لازم تقدمه الدولة بمنطقة بعلبك الهرمل. وشو اللي عم بيصير؟ هالاقتصاد يلي هو بديل، يعني وكأنه عم نلغي الاقتصاد بعلبك الهرمل، وعم بيكون في أعمال اقتصادية خارج الاقتصاد الشرعي للدولي لصالح اقتصاد منفعي مصلحي، لا يستفيد منه مجتمع بعلبك الهرمل ككل، هو اقتصاد منفعي عم بيتعلق بمجموعة أفراد أو بأشخاص لاقطين عصابات معينة، الإفادة الأساسية عم تكون لألون، وعم بيلغوا الاقتصاد الشرعي. حتى بمسألة المخدرات وزراعة الحشيشة شو عم نكتشف؟ إذا واحد بيراقب الموضوع بيلاقي أنه القوى الموجودة فوق أو العصابات أو قوى الأمر الواقع قد تغطي أفراد وبيوتات معينة، لا يسمح لحدا غير للإتجار بالحشيشة، حتى تصير مداخيلها هي جزء من الإمكانات التي تقوم عليها حركتها، وبالتالي عم تجي تعمل اقتصاد بديل عن اقتصاد الدولي. شو بيصير دور الدولة؟ من وقت للتاني بتعمل خطة أمنية وكأن ضابط مخابرات بنصق بين العصابات، بالوقت يلي دور الخطة الأمنية بالشكل الفعلي انه يحط حدود لكل هالعصابات ببعلبك الهرمل حتى ينظم علاقة بعلبك الهرمل بكل لبنان
وينظم علاقة الناس بقلب بعلبك الهرمل ببعضها. هذه الشبكة مرة جديدة عم نرجع غياب الدولة إشكالية. هذه الشبكة لغياب الدولة وهذه الشبكة القائمة بديلا عن الدولة تستفيد. هل ستتخلى شيخ عباس، هل ستتخلى بسهولة عن كل هذه المنظومة اللي إلى سنوات قائمة ويستفيد منها مثل ما تفضل دكتور عشائر وأفراد وما بعرف مين كمان، هلأ حنشوف مع التقرير قد يكون في متورطين أجهزة أمنية أو غيره؟ أنا برأيي إذا ما قدمنا لهم بديل، ما هذه بكل الدول العالم بالأطراف بيصير في حركات تهريب متبادل على الحدود، لأن احنا عندنا مشكلتين، تهريب المخدر الممنوع يعني وتهريب السلع الأخرى اللي بتهرب من الضرائب لتلاقي أسواق وتحقق ربح خارج دائرة الاقتصاد الدولي. بس بعتقد نحن يعني اللي عم يدخل لعنا من بضائع وخلافه أكتر بكتير من اللي عم يتصدر من لبنان. أكيد أكيد، لأنه نحن ما عندناش القدرة على التنافس، لأنه السلع بمحيطنا أقل كلفة اليد العاملة وكلفة الإنتاج. نحن بدنا نرجع نعيد فهم، والله أهم شيء أنا برأيي أن نرجع للمواطن ثقافة إنه الصندوق الدولي هو بيرجع بالفايدة إلك. لما اللي أنت ما بتدفع ضريبة يعني مش هتقدر تاخد فاتورة الاستشفاء، يعني مش هتقدر تاخد. بس مشكلتي إنه في فساد عام بالدولة، كيف بدك ترجع تأسس مفهوم بعقل الناس إنه الدولة هي الحصن هي الخيمة للجميع؟ لما اللي مش موجود هيدي العقلية، مش هذا الفهم عند الناس، طبيعي إنه بده هو يحقق الربح السريع، بده يهرب من الضرائب. طب ليش الإنسان الأوروبي واحد عم يخبرني إنه جاره بيقول له أنت كيف فيك تتهرب من الضريبة وما تدفع؟ بيقول له أنت عم تغلط، لأنه أنا لما بدفع الضريبة هترجع لي. بمعنى إنه هو مقتنع إنه صندوق الدولة، هذا الصندوق الخزينة، هي خزينة عامة مش مفخوتة ولا حدا حاطط لها. المشكلة إنه نحن عندنا الفساد، كيف ما بتضرب إيدك بتلاقي فساد. مقتنع والكل يمكن صار داخل بشكل أو بآخر. لذلك أنا مسألة التهرب الضريبي من المسؤولين يخافوا الله شوي ويرجعوا يعيدوا إحياء قدسية المفاهيم، يعني الدولة فلسفة علاقة المواطن بالدولة وعلاقة الدولة بالمواطن. نرجع ونعطي شوية ثقة للمواطن، حتى لأنه هي عملية تكاملية ما بتجي من خارج، مستحيل أنك تجي تفرض على ناس وتصير أنت دولة محتلة على ناس أو عم تقمع ناس. لا، هودي الناس هن اللي بدهم يشجعوا، وكتير من بعلبك الهرمي الكتير يعني الغالبية العظمى هن مع منطق الدولة. لكن اليوم صار في سمة عامة، بدنا نرجع نتعب في تقديم صورة جميلة لبعلبك الهرميل، وإن شاء الله أنه منتساعد جميعا في إعادة الأمل بهالصورة وبالانتماء، ونعيد الأمل للمواطن بالدولة ونعيد الأمل للدولة بهذا المواطن اللي هو ثروة. اللي هو الأمل كبير. اللي الآن يعني شبه مفقود. مشاهدينا، تقرير عن التهريب الحاصل على الحدود وآثاره، ونتابع بعد هذا الحوار. دوامة مكتملة منوطة بالمصلحة المشتركة، تبدأ من لحظة وصول القوافل عند الحدود الشرقية وإتمام صفقة البيع، تسلك طريقا مرسوما على شاكلة إكراميات، وتنتهي في الأسواق تحت إشراف من يتدبرون حياتهم متجاوزين الحدود بعمليات تهريب متبادلة بين الجانبين السوري واللبناني. أطنان من المواد الغذائية والمواشي والألبسة والدخان والبنزين والمازوت والحديد تسعى شعوبات الجمارك ضبطها على الرغم من إمكانياتها المتواضعة عدديا ولوجستيا. بالفترة الأخيرة كثرت قصة البنزين والمازوت والخضار، ومؤخرا عملنا قضية دخان وتمبيك قيمتها كتير عالية وغراماتها كتير عالية، بالإضافة لقضايا تانية مخالف يسبق الدولة والبوليس وهذا، عطول سبقهم بخطوة، يعني هو بيعمل خطوة نحن بنلحق.
مهنة التهريب التي اتخذها تجار المنطقة الشرقية مصدرا للعيش أفقرت السوق المحلية، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية، والمتضرر الأكبر المزارع اللبناني. التهريب إذا بده يستمر مثل ما هو هاي معناتها خلص ما عاد في زراعة بلبنان. قالوا المزارع 3 سنين عماله يزرع وبيخسر. من بعد ما رجعنا الجمارك كذا مرة وما واقتنعنا انه ما لح يقدروا يعالجوا الموضوع على الحدود بين لبنان وبين سوريا، طرحنا عليهم انه يعالجوا الموضوع بقلب سوق الخضرة. يعني لما تكون البضاعة بقلب سوق الخضرة بتبقى معروفة اي اللبنانية واي السورية. بارونات التهريب ومحتكرو البضائع يتفقون فيما بينهم على الطريق وفق هذا المبدأ، 3 أيام الطريق إليك 3 أيام الطريق إلي، وبالتأكيد يتم ذلك برضا كل المستفيدين. وللتوضيح يرتسم خط المعابر غير الشرعية على الشكل التالي: معبر بيت الحاج حسن شرق العاصي طريق تصل بين القصير وربلة وزيتة. هذا المعبر يعتبر الأهم والرئيسي كونه مخصصا لتمرير الألبسة والبضاعة المستوردة من تركيا والصين التي تمر بسوريا لتصل إلى الحدود اللبنانية. فجرا يمد التجار جسرا من حديد عبر هذا المعبر، يستلم التجار اللبنانيون البضاعة من التجار السوريين، وتسلك البضاعة طريقها من معبر بيت الحاج حسن تمر بجرود بعلبك الهرمل، تسلك طريق مشمش حتى طرابلس، لتسلم البضاعة بعدها إلى تجار بيروت والمناطق اللبنانية. معبرا زيتا وحوش السيد علي عبرهما تتم عمليات التهريب للخضار، المواد الغذائية، المواشي والحديد، المازوت والبنزين، فضلا عن الدخان. تتم العملية بالطريقة نفسها، تجار سوريون يسلمون المواد لتجار لبنانيين لتسلك طريقها كالتالي: من معبر حوش السيد مرورا بمشمش طرابلس أو مشمش الضنية. كلفة التهريب من لبنان إلى سوريا هي 1,000,000 ليرة لبنانية، أما الصفقة السورية لبنانية فكلفتها من الرسوم على التاجر 500,000 ليرة لبنانية. الحدود التماس مع سوريا هي حدود طويلة جدا ومتعرجة ومتداخلة، وفي معابر يستحيل ضبطها أو يستحيل معرفتها لأنه كتير شاسعة. وفق قانون الجمارك يحق لشخصين من السلك الأمني كتابة محضر، ما يعزز ذلك المؤازرة بين الأجهزة الأمنية، لكن النقص الجهوزي والأمني للجمارك يعرقل تغطية الحدود التي يزيد طولها عن 350 كيلومتر مربع خط تماس مع الحدود السورية من منطقة حصبية وصولا إلى منطقة القصر، ما يجعل مكافحة التهريب بشكل تام من المستحيلات. ارتفاع وتيرة التهريب في السنوات الأخيرة أدى إلى نتائج كارثية على دورة الإنتاج والاستهلاك. المسؤولية تقع على حماة التهريب، على مدبر الصفقات والتجار الكبار المحصنين، وبالتأكيد على المهرب الذي اكتفى بإدلائنا بهذه المعلومات لدواعي أمنية وثأرية في حال كشفت هويته. بدي أشكر الزميلة ماريا الفحل على هذا التقرير يعني الغني بالمعلومات، وأيضا الزميل المصور علي عساف. عندك تعليق شيخ؟ طلعت بتعرف أكثر ما بيعرفوا الجماري. لا فينا الحقيقة. يعني فينا نقول هذا مثل إشعار، إخبار، مثل إخبار بلاغ. يلا الدولة تتحرك، على قد الأمور واضحة، وهالقد هل هو العجز أو هل هو عدم الإرادة؟ ما في إرادة. يعني بيعتقد شيء من كل شيء. أستاذ بكر أيضا في ناحية هذه المسألة، يعني لدرجة أنه بالتقرير بيقول رئيس الجمعية المزارعين أنه سلم هو جدلا بأنه خلص ناخذ البضاعة السورية بس على القليل يفصلونا بين البضاعتين بس لنعرف نبيع البضاعة اللبنانية. طبعا هنا الرأي أنه صائب في مسألة، خلينا نكون متبهلة، متعلقة بالبلدات اللبنانية. انه اليوم الناس الوضع الاقتصادي سيء، عم يفوت على الصيدلية في دواء، بس الفرق كتير شاسع بالفرق بين الدواء السوري وبين الدواء اللبناني. لصالح الدواء السوري ارخص بكتير، لصالح الدواء السوري. فالمواطن عم يختار وعم يسألك على الدواء السوري، انا عم بحكيك شيء واقعي يعني. صحيح. هذا امر مسؤولية الدولة والرقابة والى اخره بهذا الموضوع. تاسع عم يرجع على نفس مسألة تانية اللي عم تفرخ مافيات،
التبادل الكبير اللي هو متعلق تحديدا بالبترول بين البنزين والمازوت. وانا بحذر ويبدو ايضا تجاره الالبسه في منطقتنا، لانه كل البنزين صار سوري عندنا هوني، وهودي عم يطلعوا بتحذروا يعبي لانه النوعيه سيئه ولا لانه سوري؟ لا بخرب السياره، مش لانه سوري، بخرب السياره لانه عم يعطيه نفس السعر مغشوش. نفس السعر مش مغشوش، مش مكرر، مش مكرر منيح. فهذه طب هل يعقل انه دوله فيها حرب ولا زالت مستمره وهي سوريا يكون فيها الدواء ارخص ويكون فيها كلفه الاستشفاء؟ في عائلات لبنانيه تذهب الى سوريا لحد اليوم للاستشفاء بسوريا. نعم. النظام الاقتصادي مختلف عن النظام عجيبه. دوله المافيا والتهريب. يعني مثلا نعطيك مثال، ممكن انت تشتري لتر المازوت $3 من سوريا وهي بالحرب، تفوتوا على عرسال وتطلعوا من رياق على سوريا وتبيعوا 7.5 بس بفاتورة انه مستوردوا، وترجع تاخدوا على منطقة عدرا على خزانات المازوت وتنزلوا هونيك. يعني تصور هو اللتر المازوت من سوريا لسوريا. هذا يعني شيء اللي عم بتقوله استاذ بكر، هذا شيء حاصل كان سائد ولا يزال بعتقد؟ لا هلا شوي منطقتنا مخربة، منطقة الهرم بمناطق الشغالي. ما ذكرت زميلتنا انه في يعني حوش السيد علي، القصر، زيتا، المعابر. تاني شيء المعابر بحد ذاتها هيدي اوعى تفكرها صدفة. يعني عرسال المهربين طبعا هونيك بيشتغل ليل ونهار ليفتحوا خطهم، بس القوى المؤثرة بتسمح لهم يفتحوا خطهم؟ ما بتسمح لهم، بيروحوا بيفتحوا بطفايل مثلا. بس قبل ما تعلق دكتور انطوان، في بما ان حكينا عن الخضار والفاكهه وهذه المساله ودخول البضاعه السوريه، الان وصلنا مباشره من الحاج علي قاسم شومان الامين العام لاتحاد النقابات الزراعيه بلبنان، ارسلنا هذا الفيديو كنموذج عن عمليات التهريب، خلينا نشوف سوا. هاي بضاعه سوريه وهذا البيكاب مليان. هاي بضاعة سورية ونحن بتاريخ 27 الشهر. هلا نحن بأي تاريخ يا أمبلي؟ 27 الشهر. اذا يعني هذا نموذج بعتقد انه يعني يجب ايقافه، يجب ايقاف. ما بعرف قديش بدا قديش قادر يعني الدوله بهال يعني التوسع والانتشار الكبير، يعني مستشري هذا الامر صار. اي انتشار كبير، غيابه هو اللي بيعمل هذا الانتشار، انتشار للحركة اللا شرعية. رفض أفريقاء أنه نرسم الحدود بشكل فعلي هو اللي بيخلي بيسهل هالعمليات، والناس اللي عايشة على هذه الأمور والناس اللي عم تشتري أدوية من سوريا والناس اللي عم بتروح تعمل استشفاء بسوريا، حتى في عائلات عم تعمل عم بتحط أبولاقة بسوريا. هي تصرف الفردي عادي. عم جرب أقوله من الأساس، هناك نظام متكامل ببلش من لما بنعطي خبر قبل بوقت يلي رايحين نلقطه حتى يهرب، ونحن رايحين نلقطه، وبيوصل لترسيم حدود بين بلدين وبين اثنين، غياب الدولة عن هالمنطقة يلي بتعتبرها انه خلص مسلمة، هي يصير انه يصير فيها اللي بيصير، او هي برات السلطة السياسية. مشان هيك عم نرجع بكل المسائل يلي عم نطرحها عم نرجع لمسألة جوهرية. وهون بدي أقول الخطة الأمنية مرحب فيها، وأكيد مؤسسة الجيش اللبناني مشكورة بشكل كامل على الجهد، والمؤسسات الأمنية اللي عم تقوم بهالخطة مشكورة بشكل كامل على هيدا الجهد. ولكن هل هذا هو الحل الفعلي والنهائي لمنطقة بعلبك الهرمل؟ الجواب أكيد لا. ومن هون بيجي الشك. على كل، ليش تنحكي بالشك بالمطلق؟ خلينا نقول ننطر ونشوف، في جمعة، في اثنين، في ثلاثة، في شهر، في شهر ونص، شو بده يصير من بعدهم؟ بدنا نشوف إذا الأمور اصطلحت. بتوقعاتك يعني المؤشرات الأولية؟ بتوقعاتي الخطة الأمنية هي جزء من مجموعة عوامل يجب أن تقوم بها الدولة وهي من مسؤوليتها حتى نحل المشاكل اللي بعلبك الهرمل. مشان هيك، وإن شاء الله ما يكون معي حق، ما بتخيل ومني متوقع انه بمنطقة بعلبك الهرمل الخطة الأمنية لحالها
تقدر تجيب نتيجة بشكل فعلي طالما الدولة منا معنية بالمواطن بحياته الاجتماعية وبحياته الانمائية وبحياته الاقتصادية. عم تجي الدولة تعطي توكيل لغير قوى، إن كانت قوى أمر واقع أو كانت قوى عائلية عشائرية أو عم سلطات حزبية أو أفراد نافذين، عم بتوكل سلطتها السياسية، عم تتنازل عن سلطتها السياسية وعم تعطي هالسلطة لغير أفريقيا. لما بيتفاقم الوضع ولما حتى الأفريقيا أو الأحزاب أو العصابات هي بتتضرر، ببلش الاحتدام يوصل لحدوده الأقصى وبتبلش ما تقدر تضبط هالخروج عن القانون، حتى هي بتلتجي للدولة مرحليا. أنا بدي ألفت مشان هيك الخطة الأمنية بتكون مرحلية بسرعة بشكل سريع. شيخ عباس، أنا يعني بتمنى ما نجي بعد شهر نسمع صراخ الناس في بعلبك الهرميل عم تقول ما بقى بدنا خطة أمنية، رجعولنا كيف ما كنا، لأن كنا نشوف حركة بالأسواق. اليوم بأسواق بعلبك بلشت تشوف ناس بكفعي. هيدي نقطة، وبالإضافة لنقطة أخرى بس لقلك شغلي، أنه في اقتصاد قائم اليوم على الفوضى، إذا جيت ضربته بدك اقتصاد بديل. اقتصاد البديل أنك تقدم لون، تقدم أفكار تنموية سياحية، هلأ بفصل الصيف زراعية، هيدي المؤتمرات اللي عم نجيب فيها يعني كمان بدنا لمنشأة بعلبك الهرميل. شيخ عباس، اللي هي مسألة أنه بعض الناس تلحظ شو؟ تلحظ من هيدي المؤتمرات اللي عم نجيب مشاريع. بدنا نحكي بالمحور الأخير عن المؤتمرات وعن النازحين. إنه يكون في لبعلبك الهرميل حصة فيه من خلال تنمية زراعية، من خلال نخلي الناس بأرضها، نشوف ندعمها زراعيا، نجيب لها بقر، نجيب لها مواشي حتى تربي مواشي ترجع لهيدي ونرجع نعيد السياحة للمنطقة حتى واحد ببعلبك يشوف. في قبل ما يعني أدخل إلى فاصل أستاذ بكر، هل تتخوف في ناس كتير حكوا فيها هذه النقطة أنه يكون في نوع من يعني التعدي على كرامات الناس بهاي الصلاحيات الأمنية المطلقة اللي تعطى للجيش والقوى الأمنية؟ ما بعتقد يعني بعرف. عادة ساعات اللي يكون في قرار عسكر بالعسكر يعني بيصير في تشدد، ولكن احنا رهاننا على القيادات الامنيه اللبنانيه انه تتحلى باخلاقيه كثير عاليه وبتمنع هذا الامر يتم وما بتقبله. صحيح. ما بتقبله حتى ما يصير اشياء كمان مفتعله. صحيح، لانه اخر شيء يعني هناك جوانب ايجابيه لكل اللي عم بيصير. بذات الوقت عم بنقول انه مش هو الحل الكامل والنهائي مثل ما قال الشيخ عباس. يعني في خبر كويس دكتور أطوان، يعني منيح بيعجبك، انه هذه الشاحنة اللي عرضت الان فعلا قامت الجمارك بمصادرتها. اي الى جانب، وهيدا شغل كتير منيح اذا قادر تصادر هيدي قادر تصادر كل بقية الاشياء. بمرحلة الانتخابات كانوا الناس يجوا لعندي ويسألوني قالوا لي شو بدنا نعمل بمنطقة بعلبك الهرمل اذا بدنا نوظف ابننا بالجيش او بالدرك او باي وظيفه بالدوله. بنروح لعند اشخاص لكل وظيفه بحطوا تسعيره. يعني اليوم انا بدي اسال اليوم بضمن فقره تعقيبا على كلامك بصحيفه الاخبار ايضا بهذا المقال اللي اشرت له اللي هو بعلبك الهرمل الدوله على راس المطلوبين تحت فقره مسؤوليه حزب الله، بيقول الكاتب انه كل ذرائع الدنيا لن تقنع ابن الهرمل اللي بيقطع 30 كيلومتر للوصول الى اقرب كاتب عدل و60 كيلومتر للاستحصال على سجل عدلي و90 كيلومتر للوصول لاقرب كاتب عدل او لاجراء معاينه ميكانيكيه، ولماذا بين سكان المدينه وقضائها ال80 الف ممن يحمل الالاف منهم اجازات جامعيه ليس بينهم قاضي واحد او موظف من الفئه الاولى، ويحرم الشباب من دخول المدارس الحربيه. صحيح. المدرسه الحربيه. صحيح. كمان بدك تزيد بعض الكيلومترات هلا لمبنى المحافظه حتى يوصلون. هلا يعني انه مبنى المحافظه يكون باعالي الجرود، لانه المتنفذين مشتريين بعض الاراضي حول داخل بعلبك هيك، وكانه تفريغ بعلبك. شو استاذ بكر نائب نفسك انت يعني بعرسال الامانه؟ المحافظ قام بإفطار دير الأحمر وقام وحكي عن هالموضوع وقال إنه مركز المحافظة مش مثل ما عمين حكى
مش مثل ما نحن عم نحكي، حيكون بنقطة طالوا بطرية، طالوا بأرسال، طالوا وين يعني منطقة وسط. المحافظ بشير خضر يعني الشكل اللي حطه أنا بشوفه على طال الأبيض، يعني ما بشوف محل تاني مناسب، مش بالزرد أو لا مش بالزرد. اللي بدي أقوله وكنت بدي أحكي عنه أنه عمليا غياب الأمن هو عنصر من العناصر. المواطن بمنطقة بعلبك الهرمل إذا صار معه مشكل بده يحس أنه بيقدر يلتجئ لقضاء، إذا التجأ لقضاء بده يحس أنه في قوى أمنية تقدر تنفذ هالأمر يلي قام فيه القاضي بدون ما حدا يتدخل ويغيره. بعلبك الهرمل يلي هي تلت لبنان أنجأ فيها 10 قضاة بالمساحة صحيح؟ بالتكليف، بينما قضاء مثل زحل فيه أكثر من 70 قاضي. الناس بتحكي عن مجموعة أمور واضحة وصريحة، اليوم بنجي لنحمل المسؤولية أو بعض الأشخاص بيجي يقولوا الضباط عم بيعطوا خبر قبل بوقت لا الرؤوس العصابات حتى يهربوا قبل ما تجي عليهم الدورية، وناس تانيين بيقولوا بشكل واضح انه بهاي المنطقة وهي واضحة بهاي المنطقة ما فينا نحط ضابط بمحل او عسكري بمحل الا ما يكون في مرجعية سياسية عم بتوافق عليه. بذات الوقت بنرجع اليوم بنسمع انه هالمرجعية السياسية رافعة الغطاء عن كل يلي عم بيصير. هذه من جملة أضنى قضاة. بالمحور الأخير مشاهدينا أكمل بالدقائق الأخيرة مع ضيوفي مسألة النازحين السوريين، الحلول المفترضة، مؤتمر سادر وربطه بما ماذا ستستفيد هذه المحافظة بعلبك الهرمل والتي تشكل ثلث الأراضي اللبنانية بعد الفصل. في المحور الأخير أتابع مع ضيوفي هذه المسألة، البقاع الشمالي بعلبك الهرمل، الأمن وماذا بعد الخطة الأمنية للجيش اللبناني، النازحين السوريين انطلاقا من هذه المنطقة الحدودية السلسلة الشرقية مع الحدود مع سوريا، وأيضا السادر والمؤتمرات، ماذا ستستفيد هذه المنطقة المحرومة تاريخيا؟ أستاذ بكر، هل بتعولوا على هذه المؤتمرات سادر، وأيضا كان قبل ببروكسل مؤتمر بخصوص اللاجئين، هل تتأمل أن هذه المؤتمرات تتأرش بمنطقة بعلبك الهرمل بخدمات بإنماء بمشاريع؟ لازم نحن بهذا الموضوع بهذه النقطة نكون متكافلين حول نقطة في غاية الأهمية وكارثية حاليا، اللي هي نتيجة وجود اللاجئين في مناطق أكثر بكثير من إمكانية استيعابهم. يعني مثلا العرسال اللي دخل عليها واستقبلت أكثر من 150 بفترة من الزمن، يمكن اليوم باقي توزعوا ضمن لبنان مش رجعوا على سوريا، باقي حوالي 60,000 فيها شو اسمه مجاري وصرف صحي ما في على مدار 6-7 سنين، صار في حالة لا تحتمل ولا تؤجل، مما اضطر البلدية ان تروح ترمي هاي النفايات بخزانات UNDP عملها لحتى تجيب مية الشتاء تجمعها للعصافير والمزارعين، حولوها لمكبات ومن ثم فلتت هاي المكبات على مجرى السيلين الأساسيين اللي بيطلعوا من عنا. أنا بحكي على الزاوية تبعنا راس بعلبك والفيكة، ما في غيره، وهودي اللي اجى السيل هديك اليوم نظف شوي بس روح على العاصي. طب هذا ينذر بكوارث بيئية. نعم، وهذا الأمر فيما يتعلق بالمؤتمرات والأموال اللي رصدت بالسدر يمكن 11 مليار و500 مليون تقريبا، مفروض منطقة بعلبك الهرمل طالها جزء أساسي وهام جدا. مقترح اليوم بمنطقة جديدة معمل تكرير يشمل كل البلدات، في اعتراض عليه
من أهل الفيكي مثلا أهل الجديدة أنه هن منهم مستعدين يلموا وسخ الجيران اللي حاولهم، يمكن معهم جزئيا حق، بس بالآخر بدأ قراءة علمية ومعمقة علمية، بس وهيدي معهم أكثر حق على مركزية كمان، بصير معهم أكثر حق لما بيشوفوا التجربة بمعمل التكرير بإعاد تلاميذ بالمدرسة والأساتذة ما عم بيقدروا يعلموا من الريحة، معمل تكرير بكلفة معينة لنعرف كيف انعمل ولا نعرف كيف هذا بيروت صار وفعليا موجود مسائل الروائح الكريهة، وفعليا ما عم تتكرر المياه والناس عم تتضرر. مسألة ثانية تتعلق باللاجئين في الموضوع التربوي، موضوع التربوي بعرسال فيه مثلا أربع مدارس رسمية وفي سنوية وفي مهنية، فيها 4000 تلميذ سوري بعد الظهر. طيب هاو التلاميذ اللي عم يتلقوا مساعدات وتوهيبات من جمعيات او من امم متحده، اين من ياخذها واين تصرف فعليا؟ هذا ملف كتير كبير، مساله هذه الاموال المرصوده من قبل الهيئات الامم المتحده المولج بمسائل اللاجئين، اضافه الى 4000 تلميذ بالمدارس اللبناني المدارس الرسميه الاربعه زائد 4000 تلميذ بالخاص والشبه مجاني، يعني في كم هائل بحاجه لمباني بالمدارس الضروريه. في موضوع الطب دكتور، في نحن عندنا مشكله كتير كبيره انه نحن بنعمل مستشفى، بس نحن الكادر الطبي اللي هو فعلا بيقوم بهاي المهم موجود تشغيل في منطقتنا كمان، هذا من ضمن المحاصصه بده قصه طويله عريضه ليصير في كادر لا يتوظف هذا الكادر والآلي، والكادر والآلي اللي بدها تقوم ب وصيانه هذه الالات. نعم. كمان بدل ما يجي على بيروت مؤتمر صادر هو وسيله، هالوسيله قدرت تكون ايجابيه وقدرت تكون كثير شاركتك كحزب كقوات لبنانيه، المفروض يعني عندك خلفيه عن انه في مشاريع مرصوده لمنطقه بعلبك الهرمل، في مشاريع مرصوده، بس انا برايي ببعلبك الهرمل وبغير بعلبك الهرمل، اخر شيء هيدي الاموال بدها تجي لاداره الدوله، كيفيه ترشيد هالانفاق هي مساله كثير مهمه. مفترض انه هذا الانفاق الاستثماري حسب يعني بالخطوط الاولى انه تشرف عليه فرق اجنبيه اللي هي فرق من صندوق النقد الدولي وغيرها، مثل ما اشرفت هالفرق على تلزيم 13 بركه براس بعلبك حتى يوقفوا السيل، لا بتعرف قد ايه تنفذ منها ولا بتعرف هذا قبل تنفذت اي، وهيدا تلزيم انعطى من الامم المتحده. يعني تتخوف دكتور من انه هذا يكون في امر مر؟ اكيد اتخوف، لانه الفساد بالدوله صار نمط. على كل حال ما عم يعني نمط. ما عم تتعاونوا مع العهد مثل ما وعدتوا وكنتوا بالحكومه الاولى كقوات لبنانيه، تعاوننا مع العهد كامل، نحن نتعاون على الأهداف الكبيرة، ولكن ليس المطلوب أن نوافق على الصالح وعلى الطالح فيما يحصل في إدارة الدولة. عندك معلومات عن زيارة الوزير الرياشي لرئيس الجمهورية؟ بدي كفي موضوع، بدي كفي بس المسألة وبرجع بعطيك جواب. أولويته بعلبك الهرمل على ما سواه. واحدة من المسائل الأساسية اللي بتدلك كيفية الفساد، اليوم انعمل دراسات، التلميذ بالمدرسة الرسمية بكلف 2.7 أكثر من المدرسة الخاصة، بينما الفرق بالخدمة كتير كبير. إذا هيك بدنا نصرف أموال سادر ببعلبك وبغير بعلبك بالمدرسة الرسمية، يعني عم بتقول بكلف 2.7 زيادة أكثر من المدرسة الخاصة، أكثر من المدرسة الخاصة مع الفرق مثل الكهرباء الخدمة. يعني هيدا على شو بيدل؟ مثل الاستشفى، مثل كل شيء بيدل على أنه الفساد متجذر. إذا بده يتم ترشيد الإنفاق لأموال سادر مثل ما عم نعمل، رح تكون النتيجة واحدة، رح تكون النتيجة انه بدل ما كل لبناني ديون جديدة بس يخلق يكون عليه 20,000 دولار، رح يصور كل لبناني طفل بس يخلق عليه 25 و30. الله يبشرك بالخير. بآخر سؤال بدي أسألك، بقلب بعلبك الهرمي، مقاربة رئيس الجمهورية لثلاثية الفساد اللي حكينا عنها والنازحين والاقتصاد بتوافقوا عليها؟ نحن يعني حكما مع انه نلغي الفساد، وهيدا لا يلغى كلاميا، ونحن بنوافق رئيس الجمهورية عليه بشكل كامل. من المفترض انه نحط آليات فعلية بتبلش بأسس الدولة بشكل فعلي، بمعنى يعني أن السلطات تعطيل مسيرة العهد، بمعنى من الأساس نحن عم بنساعد نجاح العهد هو نجاحنا يلي سعينا فيه
هو ان ننجحه بكل اللي عملناه، وبيبلش هالنجاح بعدة مسائل أساسية وبنيوية بقلب الدولة، مثل فصل السلطات عن بعضها، مثل فصل النيابة عن الوزارة. خليني أقول أنه الوقت يعني خلص، نتمنى أيضا هذا الكلام الإيجابي ينعكس على اللحظات وهذه الأوقات الحرجة اللي لبنان بحاجة إلى لحكومة وحدة وطنية كما يعمل الرئيس الحريري لإنجاز هذه التشكيلة وخروجها إلى النور بالتعاون والتنسيق طبعا مع فخامة رئيس الجمهورية. بدك تعلق شيء حضرة النائب؟ نأمل أنه الحكومة تتشكل بأقرب وقت. شيخ عباس بدك تقول شيء؟ طبعا يعني هذا انطلاقا ايضا من كلام الرئيس الحريري انه الازمه الاقتصاديه باتت خانقه جدا ولا يصح الانتظار اكثر واكثر، والحال كذلك ليس فقط في بعلبك الهرمل وانما على كافه الاراضي. يعني مدام هني بيعرفوا وعم يتلمسوا الاثار التدميريه للرؤيه الاقتصاديه، فلازم يسارعوا ويخففوا من الشروط المتبادلة لتسهيل عمل تشكيل الحكومة، ونروح نبلش يعني نشوف ملفاتنا كيف نبلش نرتبها، وتتظافر الجهود ونوقف مناكفات سياسية على هذا الأمل طعمي. وهذه الإيجابية. بدي أشكرك شيخ عباس الجوهري، بدي أشكرك أيضا حضرة النائب بكر الحجيري النائب عن منطقة بعلبك الهرمل، وأيضا حضرة الدكتور انطوان حبشي النائب أيضا عن بعلبك الهرمل، على أمل أنه نلتقيكم بأوقات أفضل، يعني خصوصا لمنطقة بعلبك الهرمل تكون الأمور قد طبحت أكثر، الأمن استتب وبدأت حركة ولو من نوع ما بالإنماء بهذه المنطقة الغالية من لبنان. مشاهدينا، الأسبوع المقبل 9:30 مساء بتوقيت بيروت يتجدد الموعد مع انترفيوز والمزيد والمزيد من مواضيع الساعة. إلى اللقاء.